بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. على بركة الله غادرت بعثة فريق النادي الأهلي مطار القاهرة منذ لحظات قليلة متجهة إلى السودان استعدادا لمواجهة المريخ في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا. مباراة حاسمة، مباراة مهمة جدا تفصل فريق النادي الأهلي عن الصعود والتأهل إلى مرحلة الدور الثمانية خلال الفترة القادمة. الانتصار بإذن الله يقربك من صدارة المجموعة في انتظار الجولة الأخيرة مع سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم. التعادل على أقل تقدير يضمن لك التأهل بنسبة 100% إلى مرحلة دور قبل النهائي دور الثمانية، لكن بالطبع بإذن الله الجهاز الفني واللاعبين عازمون على تحقيق الانتصار، ولما لا بإذن الله يكون أو تكون صدارة المجموعة في ختام هذه المسابقة وفي هذا المشوار في دور المجموعات من نصيب النادي الأهلي قبل التأهل إلى مرحلة الكوارتر فاينل مرحلة دور الثمانية. حلقة فيها تفاصيل، فيها كواليس، فيها كلام مهم جدا بخصوص رحلة الأهلي إلى السودان، وأيضا عندنا معلومات وكواليس وأخبار حصرية، تابعونا على مدار الحلقة. نبدأ سؤال حلقتنا النهاردة وهو سؤال متعلق بمباراة يوم السبت القادم. طبعا توقعاتكم أو أفضل تشكيل ممكن يلعب به الأهلي مباراة المريخ السوداني، كل واحد كده يتخيل نفسه وكأنه بيتسو موسيماني في هذه المباراة ويقول أفضل تشكيل ممكن يلعب به الأهلي مباراة المريخ السوداني يوم السبت القادم الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة. شاركوا معنا عبر صفحات القناة، عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات على توقعاتكم وأفضل تشكيلة ممكن يلعب بها الأهلي أمام المريخ السوداني. لكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، بعثة الأهلي تطير للسودان استعدادا لمواجهة المريخ. كمان في ترند الأهلي، وليد سليمان يعود لقائمة الأهلي. وفي الترند العالمي، ليفربول يتمسك باستمرار صلاح. محمد صلاح حديث الساعة خلال الفترة الأخيرة ما بين تصريحاته في ماركا الأسبانية والحديث من خلال رئيس برشلونة الأسبق وإمكانية انتقاله للدوري الأسباني. في تفاصيل كتيرة في موضوع صلاح هنفضل نتكلم عليه لغاية نهاية هذا الموسم، ومع فترة الانتقالات في سطرة الصيف اللي جاي هيكون في كلام بخصوص محمد صلاح. لكن دوري أبطال أوروبا أعتقد هيكون حاسم بنسبة كبيرة في مسألة انتقال صلاح لأي من الدوريات الأوروبية الكبرى أو استمراره في ليفربول. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل فقرة ترند الترند وفيها معلومات وأخبار مهمة جدا لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. فقرة ترند الترند النهاردة بالتأكيد كل كلامنا على مباريات الأندية الإفريقية وتحديدا مباراة المريخ السوداني والأهلي بإذن الله. هذه المباراة المقرر إقامتها إن شاء الله يوم السبت القادم على ملعب الجوهرة الزرقاء الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة. طيب عشان نطمن أكتر على آخر الاستعدادات وآخر الترتيبات وطائرة فريق النادي الأهلي في هذه اللحظات في الأجواء بتمر طبعا بإذن الله وتصل إلى الخرطوم خلال ساعتين على أقصى تقدير، برحب في هذه اللحظات عبر الهاتف بمعالي السفير حسام عيسى سفير مصر في السودان. معالي السفير أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، إزي حضرتك؟ وأنا الله سعيد إن أنا طالع النهاردة على قناة النادي الأهلي. احنا اللي سعداء بوجود حضرتك معانا وشرف كبير لينا، وبالتاكيد قبل ما اتكلم في اي تفاصيل بشكر حضرتك وبشكر كل رجال السفاره على الدور اللي انتم قايمين بيه خلال الفتره الاخيره في التنسيق مع اداره النادي الاهلي لاستقبال البعثه ان شاء الله. شرف كبير لينا وتشريف لينا، والنادي الاهلي من رموز مصر، وانا على اتصال بكابتن محمود الخطيب، والنهارده كنا بنتكلم مع بعض على اخر الترتيبات، واحنا كنا زرنا ايضا رئيس نادي المريخ والتقينا معاه، والراجل كان طبعا مرحب جدا لكل طلبات النادي الاهلي، لانه قال طبعا النادي الاهلي خلال اللقاء الاولاني كان لم يتوانى بانه يرحب بكل الترتيبات ما طلبه هناك المريخ، فبالتالي في ظل الظروف دي هو بيحب ان هو ايضا يرد هذا الجميل ويكون نفس. طيب عايز اطمن من حضرتك على طبعا استقبال البعثه ان شاء الله، إقامة المباراة على ملعب الجوهرة الزرقاء، المباراة الساعة 3:00، آخر الترتيبات اللي تمت مع إدارة نادي المريخ، الأجواء كمان، الجو حاليا في السودان هل قريب من درجة الحرارة في مصر ولا الأجواء حارة شوية؟ كل التفاصيل الخاصة بهذه المباراة إن شاء الله معالي السفير. يعني بعثة النادي الأهلي دائما وجهها وجه خير على السودان، والمفروض الجو يبقى حر، كان فعلا حر اليومين اللي فاتوا، لكن النهارده وامبارح واليومين دول الجو معتدل جدا الحمد لله.
ايضا تم الاتفاق على كل التركيبات الخاصه بالملعب، والتدريب هيكون بكره ان شاء الله الساعه 1 على نفس الملعب اللي هنقام عليه المباراه. احنا هنكون في استقبال البعثه انا واعضاء السفاره ومسؤول نادي المريخ ومسؤول الجهات الامنيه، بحيث ان شاء الله هتتوجه النهارده من المطار الى الفندق لتنفس قسط من الراحه، وبكره هيكون التدريب في الميعاد اللي تم الاتفاق عليه، وهنكون ايضا معاهم في التدريب. ايضا كان امبارح وصل فجر اليوم اللاعب وفر بواليا مهاجم النادي الاهلي، لانه كان قادم من مكان اخر في القاهره، لكن بيشارك في منتخب بلاده في تصفيات بطوله كاس افريقيا، واستقبله ايضا اعضاء السفاره واعضاء نادي المريخ، وهو منتظر حاليا في الفندق لاكتمال وصول البعثه لكافه الترتيبات اللوجستيه الخاصه بالاقامه او الخاصه بالمواصلات او ملعب التدريب او غيره، كما اتراها النادي الاهلي بالضبط. وان شاء الله الاجواء هنا هاديه جدا، والمباراه يعني ان شاء الله هتكون في اطار اخوي ما بين فريقين كبيرين، ويعني كل الترتيبات تم اتخاذها بالتنسيق ما بين اداره النادي الاهلي واداره نادي المريخ والسفاره والجهات الامنيه. اعتقد معالي السفير تدريب الاهلي بكره هيكون الساعه 1 الظهر، ده اخر تعديل بعد المواعيد اللي اتغيرت الفترة الأخيرة، ويمكن بالأمس كان لنا خبر انفردنا بيه إن مباراة الهلال وصن داونز اتغير ميعادها بقى الساعة 3 العصر، فبالتالي بكرة هيكون تدريب صن داونز الساعة 3، فعشان كده تدريب الأهلي أعتقد اتغير ميعاده، بدل ما كان 3 هيبقى بقى الساعة 1 إن شاء الله. بالظبط، لأن المباراتين هيتلعبوا في نفس الاستاد وهو استاد المريخ، ولكن يومين استاد الهلال واللي هو الجوهرة الزرقاء، ولكن في يومين مختلفين، فبالتالي تم التواصل لهذا التوافق بحيث إن الأهلي يتدرب برضه في وقت قريب جدا من يعني وقت المباراه، وايضا فريق صن داونز كما بتنص على ذلك لو اهل الاتحاد الافريقي، ولا مشكله في ذلك عليه. طيب سؤال اخير متعلق بامكانيه حضور الجمهور معالي السفير. حسب ما علمت ان نادي المريخ كان طالب حضور 1000 فرد في مباراه الاهلي. السلطات الصحيه في السودان حتى هذه اللحظه هل وافقت بشكل مبدئي على الحضور العدد ده، فبالتالي تم مخاطبه الكاف، ولا السلطات الصحيه في السودان رافضه حضور اي اعداد الفتره الجايه في المباريات؟ لا، هو تمت مخاطبه الكاف، ولكن الكاف لم يوافق بعد. احنا منتظرين قرار الكاف دلوقتي فيما يتعلق بحضور 1000 متفرج، و سيتم تطبيقه فور وصوله الى نادي المريخ وفقا للوائح وقواعد الكاف في هذا بإذن الله. معالي السفير حسام عيسى سفير مصر في السودان، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات، وبالطبع بإذن الله نتمنى إن شاء الله تكون مباراة موفقة بإذن الله، وتكون رحلة موفقة لفريق النادي الأهلي خلال إقامته في السودان الشقيقة مع كل أشقائنا في السودان وتحديدا في نادي المريخ. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض، عندنا أخبار وعندنا معلومات وفي تفاصيل مهمة جدا متعلقة بالشأن الإفريقي على مستوى الأندية، وتحديدا كمان مباراة المريخ والأهلي يوم السبت القادم. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب بعد الفاصل طبعا كان معانا مكالمه مهمه جدا من معالي السفير حسام عيسى سفير مصر في السودان، وهنستكمل الحديث عن مباراه المريخ والاهلي. النهارده بيتسو موسيماني اصطحب معاه قائمه مكونه من 24 لاعب استعدادا لمواجهه المريخ السوداني. 24 لاعب بقياده طبعا محمد الشناوي حارس المرمى، علي لطفي ومصطفى شبير ايضا في حراسه المرمى، احمد رمضان بيكهام، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، بدري بنون، ايمن اشرف، سعد سمير، محمد دهاني، اليو ديانج، عمرو السليه، اكرم توفيق، محمد مجدي افشه، حسين الشحات، وليد سليمان على رأس القائمة بعد العودة من الإصابة. ألف مليون سلام على الحاوي، إن شاء الله يكون موجود بشكل قوي الفترة اللي جاية. طاهر محمد طاهر، ناصر ماهر، جونيور أجاييه، محمد شريف، صلاح محسن، مروان محسن، والتر بواليا موجود في السودان في انتظار وصول البعثة، وأيضا أحمد نبيل كوكا أحد لاعبي قطاع الناشئين هيكون موجود في القائمة اللي خلاص قرر بيتسو موسيماني هي تكون هذه المجموعة هي اللي تكون معاه في مباراة المريخ السوداني. الأهلي النهاردة تدرب الساعة 10 صباحا، كان ختام التدريبات النهاردة في القاهرة قبل السفر لمواجهة المريخ السوداني. بيتسو موسيماني اكتفى أن يكون الفقرات التدريبية النهاردة مدتها 60 دقيقة فقط لمدة ساعة، اقتصر هذا المران على وحدات تدريبية بالكرة قبل ما تخوض اللاعبين تقسيمة قوية في إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لمباراة يوم السبت القادم. النهاردة الدوليين انتظموا في مران الأهلي استعدادا لمباراة المريخ. النهاردة خلاص اللعيبة الدولية محمد الشناوي، عمرو السلية، شريف، ياسر إبراهيم، محمد مجدي أفشة، محمد هاني، كان النهاردة أول يوم
في وجودهم مع النادي الاهلي في التدريبات بعد ختام الاجنده الدوليه مع منتخبنا الوطني واللي تاهل بشكل رسمي لكاس الامم الافريقيه في الكاميرون يناير من العام القادم. ايضا كمان ثنائي المنتخب الاولمبي طاهر محمد طاهر واحمد رمضان بيكهام النهارده شاركوا في المران الجماعي، بينما طبعا شارك صلاح محسن ومصطفى شوبير في المران الجماعي بالامس. المالي اليو ديانج بعد ما خلص مشاركاته مع منتخب مالي انتظم النهارده في التدريبات ووصل القاهره، واكرم توفيق اكتفى بتدريبات في الجيم. التقسيمه النهارده كانت تقسيمه قويه جدا للاعبي النادي الاهلي استعدادا لمباراه المريخ، وكان فيها تركيز على بعض الجمل الفنيه والخططيه استعدادا لمباراه المريخ. هيكون في تدريبين فقط في السودان، بكره التدريب الاساسي والرئيسي على ملعب الجوهره الزرقاء ملعب المباراه الساعه 1 الظهر، ده الموعد الرسمي لتدريب الفريق غدا ان شاء الله. يوم الجمعه هيكون في تدريب على احدى الملاعب الفرعيه، لسه الجهاز الفني هيحددها اول ما يصل الى السودان، لان المباراه ان شاء الله هتكون يوم السبت، ويوم الجمعه صعب تتمرن على ملعب المباراه ان في مباراه ما بين الهلال وصن داونز الساعه 3 العصر ايضا بعد تغيير موعدها زي ما اعلنا هذا الخبر بالامس. ايضا كمان حراس المرمى النهارده شاركوا في تدريبات جماعيه تحت اشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، وكانت في وحدات تدريبيه للرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وعلي لطفي وحمزه علاء. الخبر بقى المهم النهارده اللي الكل كان مهتم بيه وكان ترند عبر السوشيال ميديا، خبر محمود عبد المنعم كهربا. بعد اعتذاره للجهاز الفني ومدير الكره وزملائه الكابتن سيد عبد الحفيظ بيعلن عوده محمود عبد المنعم كهربا للتدريبات بعد مباراه المريخ. زي ما انتم شايفين على الشاشه طبعا نزول كهربا واعتذاره لزملائه، وشايفين بقى يعني حاله الود التشريفه زي ما انتم شايفين كده، تشريفه عوده كهربا للتدريبات. وشفنا بقى كلام الناس بتقول بقى الشناوي، وبتقول يعني بيتس وموسيماني كمان، يعني كل واحد طبعا بقى بيعبر بقى عن تشريفته الكهربا بعد عودته للتدريبات. على فكره دي حاله الالفه يا جماعه، وحاله الـ يعني التعامل ما بين اللعيبه والجهاز الفني زي ما انتم شايفين، رغم ان في قرار رسمي الكل التزم بهذا القرار، كهربا التزم بهذا القرار، وعلى مدار الشهر عايز اقول لكم كانت في اشاعات كثيره والناس اجتهدت وقالت معلومات كتير قوي، وبيتسو هيفكر ينزله قبل انتهاء المده، وبيتسو لا مش عايز كهربا، لا وفي اتجاه لاعاره كهربا، لا كهربا هيتباع. عايز اقول لكم والله كل اللي بيتقال ده غير صحيح بالمره. كهربا ينتظم في التدريبات بعد مباراه المريخ، كهربا هيكون في حسابات المدير الفني اول ما يجهز بدنيا في الفتره اللي جايه عشان يدخل المباريات في التوقيت اللي هيختاره المدير الفني والجهاز الفني، ولسه الموسم طويل محدش عارف من النهارده لشهر 7 ايه اللي ممكن يجرى. فكل الكلام عن فكره اعارات وبيع وكل الكلام ده غير صحيح بالمره. وزي ما انتم شايفين الحاله اللي موجوده في ملعب مختار التتش، الصوره يعني معبره بشكل كبير جدا. الكابتن سيد النهارده طمنا على حاله حمدي فتحي بعد الجراحه اللي اجراها بالامس، كانت جراحه ناجحه لتثبيت مكان الكسر اللي تعرض ليه في الكوع خلال مباراه كينيا ومصر في نيروبي. الف سلام على حمدي فتحي. كابتن سيد عبد الحفيظ قال هينتظم في التدريبات الجماعيه بعد 6 اسابيع. انا عارف ان في اجتهادات وفي يعني تواريخ مختلفه شويه، لكن التصريح الرسمي والاعلان الرسمي من الكابتن سيد مدير الكره قال حمدي فتحي هينتظم في التدريبات الجماعيه بعد 6 اسابيع. طيب اخر خبر واخر موضوع معايا، وموضوع مهم جدا وعايز الناس كلها تركز معايا في الكلام اللي جاي ده، عشان هطرح موضوع بناء على معلومه وهوجه فيه رساله للجنه الثلاثيه في اتحاد كره القدم، اللجنه الثلاثيه في الاتحاد المصري لكره القدم. انا هوجه الرساله بناء على معلومه، بس هقول الرساله الاول. هي رسالتي للجنه الثلاثيه بخصوص الاجنده الافريقيه على صعيد الانديه خلال الفتره القادمه. بعد ما استعرضنا الفترة اللي فاتت مواعيد الأجندة الدولية بخصوص تصفيات كأس العالم، وإن هي هتبدأ من 1/6 وتنتهي في نوفمبر، وست جولات ثم المباراة الفاصلة في شهر نوفمبر، هنطرح فكرة المواعيد الختامية لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، وهل سيكون لديها تأثير على استعدادات منتخبنا الأولمبي لدورة طوكيو الأولمبي ولا لا؟ طيب، هنطرح مع بعض على الشاشة ونستعرض مواعيد الأجندة الإفريقية بالنسبة للفترة اللي جاية. يوم 10/7 10 يوليو 2021 نهائي كأس الكونفدرالية، 17 يوليو نهائي دوري أبطال إفريقيا، 23 يوليو انطلاق منافسات كرة القدم في دورة طوكيو 2020. في ميعادين تانيين هتكلم عليهم، بس أخلص بس الأول الجزء المتعلق بميعاد نهائي دوري أبطال إفريقيا 17/7، وأنا بتكلم من النهاردة 31 مارس. الناس تقول لي أنت بتتكلم قبلها بأربع شهور ليه؟ ده لسه محدش عارف إيه اللي هيحصل في المباريات اللي جايه. لا، احنا لازم نتكلم على الاجنده حتى سواء احنا مشاركين او مش مشاركين. الدوري الانجليزي ما بيتحط موعده بيتحط لثلاث اربع سنين ايا كان مين الفرق اللي موجوده. رسالتي للجنه الثلاثيه، المنتخب الاولمبي عنده استعدادات لدوره طوكيو، هتبدا معسكر مغلق للكابتن شوقي غريب من 1/7،
دورة طوكيو 23/7 منافسات كرة القدم. حسب المعلومات اللي عندي ان الدورة الأولمبية او اللجنة الأولمبية الدولية بالتنسيق مع اليابان عشان تنظم دورة طوكيو الأولمبية هيكون بنظام البابل، بنظام الفقاعة الطبية زي ما حصل في كأس العالم للأندية. ففترة الخمس ايام ما بين 17 يوليو نهائي دوري الأبطال و23 يوليو انطلاق منافسات كرة القدم في دورة طوكيو هتكون مشكلة للنادي اللي هيصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بمعنى ان انت هنا مرتبط بموعد لازم اللعيبه تكون موجوده في معسكر المنتخب الاولمبي لفتره ما عشان تكون موجوده بنظام الفقاعه الطبيه وتجري المساحات الطبيه قبل ما تسافر الى اليابان، وممكن بعد اجراء القرعه في شهر ابريل اللجنه الاولمبيه الدوليه تطلب من كل الفرق اللي هتشارك في المنافسات كره القدم تسافر قبل البطوله بحوالي 6 ايام او 7 ايام. هنا هتبقى عندك مشكله اللعيبه الاولمبيه اللي بيلعبوا مثلا على سبيل المثال مع النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله نصل ل 17 يوليو ويكون عندنا حلم البطوله العاشره نهائي دوري ابطال افريقيا. اللعيبه دي لو انضمت للمنتخب الاولمبي صعب جدا تطلع من نظام الفقاعه الطبيه وتنضم للاهلي عشان المباراه النهائيه، على راسهم مثلا زي الكابتن شوقي عايز ياخد محمد الشناوي. طيب مع الرساله دي بوجهها بناء على معلومه ايه؟ انا بطلب من اللجنه الثلاثيه تخاطب الاتحاد الافريقي بخصوص 17/7 ده يتغير ميعاده، لان المعلومه اللي عندي ان في دراسه جاده جدا داخل إدارة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لتغيير موعد 17/7. لكن طبعا إدارة المسابقات لما بتدرس هذا الأمر بناء على التغييرات اللي هتتم قبل انطلاق دورة طوكيو ممكن ما تاخدش قرار، لأن ما فيش أي اتحاد أهلي اشتكى أو ما فيش أي نادي تطرق لهذا الأمر. فبالتالي بناء على المعلومة اللي عندي إن في دراسة لتغيير موعد نهائي دورة أبطال إفريقيا وتقديم الموعد لأول أسبوع في شهر 7 بدلا من 17/7، بطلب من اللجنة الثلاثية إن هي تتدخل في هذا الأمر وتحافظ على استعدادات المنتخب الاولمبي وازاي يقدر يستعد بتوقيت مناسب وبمواعيد الاجراءات الاحترازيه بشكل سليم، وفي نفس الوقت يضمن حق النادي اللي هيكون مشارك وممثل مصر في نهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي في هذا المحفل. فبالتالي موعد نهائي دوري ابطال افريقيا خلال الفتره الجايه قد يتغير ميعاده وتلعب المباراه في الاسبوع الاول من شهر 7 بدلا من 17/7. قلت المعلومه ووجهت الرساله واتمنى يكون في تحرك من اللجنه الثلاثيه خلال الساعات القادمه. الجزئية الثانية، هرجع تاني للجدول وعندي هنا بقى معلومة مهمة جدا في هذا الشأن. دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم سينطلق يوم 10 سبتمبر 2021، والموسم المحلي اللي احنا لسه بنلعب فيه دلوقتي آخر اجتماع للجنة الثلاثية مع الأندية قال إن الدوري الحالي هينتهي 30 سبتمبر. طيب إزاي هيخلص الدوري الحالي 30 سبتمبر والموسم الإفريقي الجديد لمسابقات الأندية هينطلق 10 سبتمبر؟ بالإضافة إلى ذلك معنى أن الموسم الإفريقي الجديد دوري أبطال إفريقيا ينطلق 10/9، معنى كده أن القيد هيكون في شهر 8 وينتهي في أوائل 9. يعني أنا هلعب موسم جديد بقايمة قديمة لأن القايمة المحلية عندي أو الموسم المحلي عندي لسه مخلص، هنرجع تاني لنفس الأزمة اللي كانت موجودة آخر سنتين ثلاثة. فبدق نقص الخطر من دلوقتي قبل الموضوع ده ما يحصل بخمس ست شهور. لابد ان الموسم المحلي ينتهي قبل اول سبتمبر، مش ينتهي 30 سبتمبر، لان الموسم الافريقي الجديد هيبدا 10 سبتمبر. والله اعلم القوائم الافريقيه الفتره الجايه هل هيتغير موعدها ولا لا، او قصدي يتغير عددها ولا لا، هي كانت 40 ممكن ترجع 30، فيحصل تضارب في عدد القوائم ما بين المحليه والافريقيه وتعمل مشكله للانديه. بالاضافه الى ذلك وانا بختم بقى في هذه الجزئيه، قدامكم في الجدول 24 سبتمبر 2021، ده موعد السوبر الافريقي بعد القادم مش اللي جاي، يعني الاهلي ونهضه بركان ده حسب الموعد المقترح 28 مايو في الدوحه، لكن في سوبر افريقي اخر للموسم الافريقي الحالي ده هيتلعب يوم 24 سبتمبر بالقوائم الجديده. فهل تتخيلوا ممكن العب 24 سبتمبر بموسم افريقي جديد بقائمه افريقيه جديده، ولكن هكون مجبر ان انا هايد القائمه المحليه اللي عندي زي ما هي لان الموسم المحلي لم ينتهي. اذا الموسم المحلي لابد أن ينتهي قبل 1 سبتمبر حرصاً على هذه المواعيد الجديدة اللي أعلنها الاتحاد الإفريقي في أجندة الأندية الإفريقية في شهر سبتمبر القادم. معلومات كانت مهمة وطرحنا موضوعات وأخبار مهمة جداً بالنسبة للمرحلة اللي جاية، وأتمنى أن يكون في تحرك من اللجنة الثلاثية في هذا الشأن خلال الساعات القادمة، خاصة أن هناك إمكانية لتقديم موعد نهاية دوري أبطال إفريقيا في الأسبوع الأول من شهر 7 بدلاً من 17/7. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل الترند الأهلي والمحتوى اللي موجود عن النادي الأهلي في السوشيال ميديا وآخر الاستعدادات لمباراة المريخ السوداني. أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي. ترند الأهلي النهاردة معنا محتوى من خلال السوشيال ميديا وبعض التفاصيل المتعلقة بمباراة المريخ السوداني.
اول حاجه معايا في ترند الاهلي الصفحه الرسميه للنادي الاهلي على الفيسبوك، نشروا طبعا صور لتوجه اللاعبين من ملعب التتش الى مطار القاهره الدولي استعدادا للسفر الى السودان لمواجهه المريخ في دوري الابطال. صوره لمحمد الشناوي، كابتن سعد عبد الحفيظ، بيتسو موسيماني، ومروان محسن، وعدد من اللعيبه بتستعد طبعا وقتها الى التوجه الى المطار، لكن حاليا في هذه اللحظات الفريق الكامل في الطياره متوجه الى السودان. طيب الصفحه الرسميه ليلا كوره على الفيسبوك، تصريح لمعالي السفير سفير مصر في السودان السفير حسام عيسى، اتكلم وقال في تصريح ليلا كوره: ننتظر رد كاف بشان سماح دخول جماهير المريخ لمباراه الاهلي، وكنا اتكلمنا معاه في هذه الجزئيه منذ لحظات، وقال انهم منتظرين رد الكاف، لكن طبعا السلطات الصحيه موافقه، لكن في انتظار رد الاتحاد الافريقي على حضور 1000 فرد خلال الساعات اللي جايه. الحساب الرسمي للاهرام على تويتر كتب تصريحات للالي كلارك المدير الفني الانجليزي للمريخ السوداني. لي كلارك طبعا المدير الفني الانجليزي للمريخ هو لسه طبعا متولي المسؤوليه خلال الفتره الاخيره، وقادهم في المباراه السابقه امام سيمبا التنزاني، وقال ان مباراه الاهلي مباراه صعبه، سنعمل على تحقيق الفوز وسنلعب بطريقه ايجابيه وتطبيق اكثر من طرق لعب خلال هذه المباراه. قال الاهلي فريق كبير وبيضم مجموعه متميزه من اللاعبين، لكن فريقه بالتاكيد فريق المريخ هيلعب على النقاط الثلاث. قال كمان تأهل المنتخب السوداني لنهائيات الأمم الإفريقية سوف يدفع أو يعني دفعة قوية للعيبة قبل مباراة النادي الأهلي. طبعا المريخ في آخر المجموعة بنقطة واحدة ويمكن عنده فرص ضعيفة جدا، لكن هو طبعا بيلعب على فكرة أن يلعب آخر مباراتين على المكسب، خاصة لسه متولي المسؤولية، فعايز يعمل نتائج جيدة مع النادي الأهلي. طيب في هذه اللحظات واحنا بنتكلم طبعا من خلال ترند الأهلي عبر السوشيال ميديا وبنتكلم على مباراة المريخ والأهلي، بينضم لي على الهاتف الناقد الرياضي طبعا من السودان الصحفي الاستاذ هيثم محمد علي. استاذ هيثم مساء الخير عليك. نور يا كابتن محمد، ومساء الفل على كل محبين النادي الاهلي، ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير، وسعيدين جدا بالاطلال على قناتكم العملاقه. اهلا بيك. طيب عايز اتكلم معاك على استعدادات المريخ لمباراه الاهلي، اخر الاستعدادات وجاهزيه فريق المريخ، هل هناك غيابات او اصابات قبل مباراه الاهلي؟ واخر الترتيبات واهتمام الاعلام بالحديث عن هذه المباراه. والله حقيقه هذه مباراه استثنائيه يخوضها المريخ في ظروف استثنائيه في ظل انقسامات شديده داخل مجلس المريخ، وجود مجلسين الان المريخ لديه مجلسين، لديه مسؤولين تنفيذيين، لديه ادارتين. ربنا يسهل الامور، وايضا بالنسبه لمباراه المنتخب مع جنوب افريقيا والسوماني، اسهل العلاج الفريق الافريقي لم يخوض اي مباراه وديه منذ مباراه سيمبا التنزاني، منذ الفريق من تنزانيا ظل في حاله تدريبات متفاوته في ظل خلافات اداريه كبيره تحسب بمصيره مستقبل النادي، خصوصا بعد ان قامت اداره الاتحاد الافريقي لكره القدم برفض شكل المريخ في سيمبا التنزاني. المريخ الان اصبح خارج دائره المنافسه بعد بنقطه وحيده. مباراه السبت هي تعتبر مباراه اداء واجب لفريق المريخ وتحسين صورته في هذا البطوله في هذه المجموعات من اجل ازعاج جماهير، خصوصا ان ممكن المباراه تكون بقيام دخول بعد موافقه الانخفاض المتصلح في السودان. طيب هيثم عايز اعرف، هل هناك حاله غضب او بعد طبعا رفض شكوى المريخ ضد سيمبا التنزاني بخصوص تحاليل كورونا في المباراه السابقه، هل خلاص يعني بالنسبه الامر لنادي المريخ خلاص فقد فرصه التاهل او امكانيه التاهل بعد رفض الشكوى؟ عايز اعرف الاجواء وردود الفعل في نادي المريخ بعد رفض شكواهم ضد سيمبا اللي كانت تقدم بها المريخ خلال اليومين اللي فاتوا. والله يا محمد اصلا اتحدث معك بكل صراحه، الان فريق الكره او نتائج الفريق هي اخر اهتمامات اهل المريخ او جماهير المريخ، الان كل الاهتمام مصطب حول تغيير هذا المجلس الذي انقضت مدته منذ 3 أشهر أو 4 أشهر في ظل تعمق رئيس اتحاد الكره السوداني بكمال الشداد الذي يصر على اكمال هذا المجلس، او رئيسه السيد سوداد الذي يحظى بخلاف كبير من كل اهل المريخ. المريخ اقام جميع اجازه النظام الاساسي، يعني حتى خبر الشكوى يعني كل الامور الان وكل التركيز مصطب حول انتهاء مده هذا المجلس وتعيين قيام مجلس جديد لاداره هذا المريخ في ظل الخسائر الكبيره وفي ظل النتائج السيئه وفي ظل يعني انا مهما شرحت لك او وصفت لك ما حشرح لك المرحله اللي بمر بها نادي المريخ يمكن منذ تاريخه تاريخ المريخ حتى الان تمر بمرحله بمثل هذا المنعطف وهذا السوء وهذا عدم اللامبالاه من كل اهل المريخ دون استثناء. طيب طاقم التحكيم لهذه المباراه بقياده الاثيوب بمملكه سيما وصل السودان؟ طاقم التحكيم سيصل فجر غدا بالعاصمه الاثيوبيه، هو طاقم تحكيم هجين مختلط، احنا بنقول
بيقول عليه خيينا حكم الوسط من تمام. المساعد الاول سيكون من تشات من ام جميل سيتفائل بالخطوط الاسيويه، وايضا المساعد الثاني سيكون من يوغندا بجانب مراور المباراه سيكون من تنزانيا، والمراقب العام سيكون من جنوب افريقيا. تمام. لي كلارك المدير الفني الانجليزي لفريق المريخ لسه متولي المسؤوليه، فعنده دوافع الفتره الجايه، يعني شايف تولي مسؤوليته خلال الفتره الاخيره مع فريق المريخ ممكن يقدم ايه في مباراه الاهلي، او ممكن هو على المستوى الفني يقدر يعمل ايه في مباراه الاهلي في ظل طبعا القوام او اللعيبه اللي هتكون تحت ايده في هذه المباراه؟ والله هو مدرب حديث العهد بالقاره الافريقيه، ناهيك على الدوري السوداني وعجوا الكره الافريقيه والبطولات الافريقيه، وهو حديث المسيره التدريبيه، يعني هو منذ يعني احتفل كره القدم حتى الان لا تمضي سنتان على اعتبار كره القدم، هو مدرب شاب مدرب مغمور مدرب طموح، ولكن يفتقد الخبره الكافيه لهذه الاجواء المغربيه، ولكن هو يعمل على صناعه اسم مع تاريخ المريخ يعاني كما تعلم ويعلم الجميع من عدم استقرار فني. بدينا هذا المشكل مع الفرنسي جوميز الذي تحول الى سيمبا تنزاني، ثم جاء نصر الدين النادي، ثم مدرب وطني، ثم بيك انجليزي. نتمنى ان له ان يحقق التوفيق، ولكن في ظل الاجواء المحيطه بفريق الكوره، في ظل الغيابات، في ظل الخلافات، الان هداف الفريق سيف تيري الذي سجل 4 اهداف في الدور الاول يعاني من مشاكل في عقده، وهناك انباء تتحدث عن تحوله الى نادي منافس نادي خلاف. بالتاكيد اي مدرب إذا حضر في هذه الظروف لن يستطيع أن يترك بصمته، ولن يستطيع أن يفتح فريق يرضي طلعات هذه القاعدة المريخية الكبيرة. تمام. وضع يا هيثم أنك مش متفائل خالص. الوضع متأزم والله، متأزم خالص. زي موضوع صوت النهضة كده. لا إن شاء الله الأمور تبقى أحسن إن شاء الله الفترة الجاية بإذن الله. ربنا يسهل إن شاء الله، لكن هي بالتأكيد هي مباراة احتفائية. النادي الأهلي فريق كبير، فريق القرن، بطل أفريقيا. الله يخليك. ألقاب كثيرة عن الأجواء السودانية، يمكن آخر مباراة جمعة المريخ والأهلي المصري. كانت المباراة دي على شرف تشريف على شرف تتويج رئيس المريخ الأسبق الدكتور جمال الوالي بالرئيس الرئيس الشعبي عبر برنامج كتب الملاعب، في هناك علاقات زي علاقات عربية، الأهلي عندهم محبين في كل مكان في السودان. أنا أتمنى أن تخرج المباراة في إطار الروح الرياضية، تكون مباراة ترضي طلعات القادمة. الأهلي دائما يلعب للمكسب، يمكن نتيجته الأخيرة أمام بيت الكلوب في 2019 تؤكد أن هذا النادي يسير في الطريق الصحيح بإذن الله إن شاء الله. نتمنى أن يقدم المريخ مباراة يحفظ بها ما تبقى من شهور في هذه المرحلة في دوري المجموعات. الزميل العزيز والناقد الرياضي السوداني الأستاذ هيثم محمد دعالي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، ويمكن قربنا شوية من الصورة داخل نادي المريخ السوداني قبل مباراته مع النادي الأهلي، لكن في النهاية كل هذه المعلومات وكل هذه الأخبار تخص نادي المريخ، لكن النادي الأهلي عارف هدفه وعارف طريقه، وإن شاء الله يعمل مباراة كبيرة ويحقق الـ3 نقاط قبل الجولة الختامية مع سيمبا التنزاني في القاهرة. نروح مع بعض ونكمل المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا ونشوف اللي اتكتب في السوشيال ميديا بخصوص النادي الأهلي. طيب معايا الصفحة الرسمية للوطن سبورت على الفيسبوك، كتبوا علي معلول يصدم الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني. طبعا انت تقرا العنوان تقول يصدم الأهلي، خير يا رب، ايه في الموضوع؟ تدخل في تفاصيل الخبر، الجهاز الفني للنادي الأهلي وافق على طلب معلول وتقرر أن يعود للتدريبات فور عودة فريق النادي الأهلي من السودان. ده بناء على طلب معلول، طلب من الجهاز الفني بقيادة الكابتن سيد مدير الكرة إن ما يكونش موجود في القاهرة اليومين دول لأن الفريق موجود في السودان، فهيرجع من تونس في نفس توقيت عودة الفريق من السودان. لكن يصدم دي طبعا انت اللغة الصحفية لازم تكتب عنوان يشد القارئ، لكن تدخل بقى في تفاصيل الخبر تلاقي الموضوع بسيط وهين، مفيش أي أزمة. علي معلول متفق مع الجهاز الفني بمواعيد محددة، وإن شاء الله بإذن الله، يمكن عايز أقول لكم علي معلول بإذن الله إن شاء الله لما يرجع من تونس هيخوض بعض التدريبات الانفرادية الفترة الجاية وهيكون جاهز للمشاركة في المباريات ابتداء من يوم 16 إبريل القادم إن شاء الله. طيب نكمل مع بعض ونشوف الخبر اللي جاي، ده بالنسبة لعلي معلول. طيب نكمل الخبر اللي بعديه، موقع بطولات الحساب الرسمي البطولات على تويتر قالوا إن الأهلي يوضح تطورات حالة علي معلول وحمدي فتحي وينفي إصابة الشناوي. دكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي كشف كواليس جراحة حمدي فتحي لاعب الفريق وحقيقة إصابة الشناوي وموعد عودة المصابين. دكتور محمد شوقي قال إن كان في مشاورات طبية برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز اللي طلب إن يعرض حمدي فتحي وتعرض حالته على الدكتور أشرف محرم عشان يشوف جراحة الساعد الإصابة اللي جات له هل يفضل تدخل جراحي ولا لا. دكتور أشرف محرم هو من أفضل الأطباء في جراحات الساعد، قال لا يفضل إن يكون في جراحة عشان يعود سريعا إلى الملاعب. أجريت العملية صباح أمس وخلال 48 ساعة إن شاء الله يبدأ يمارس الرياضة بشكل عادي جدا حمدي فتحي بدون أي التحام، وإن شاء الله هيكون بعد 6 أسابيع جاهز للمباريات. إصابة الشناوي البعض كان يتكلم عن إصابة كبيرة لمحمد الشناوي بعد مباراة المنتخب الأخيرة أمام جزر القمر، لكن طبعا الدكتور محمد شوقي قال هذا الكلام غير صحيح بالمرة. الشناوي لا يخضع لأي علاج دوائي، و
هو حاليا جاهز للتدريبات، والنهارده كان موجود في المران الجماعي وجاهز للمباريات الفتره اللي جايه. حاله علي معلول قال حالته جيده للغايه، هيكون ان شاء الله جاهز للتدريبات مع النادي الاهلي عقب العوده من السودان. اما بالنسبه لمحمد محمود هيكون جاهز بعد 3 أسابيع للنزول للتدريبات الجماعيه، وكريم نيدفيد اول ما الفريق هيعود من السودان هيكون جاهز للتدريبات الجماعيه. محمود متولي خلال شهر من النهارده هيكون جاهز للتدريبات الجماعيه، والامور تسير بشكل جيد بالنسبه لتدريبات التاهيل للثلاثي سواء محمد محمود او حتى محمود متولي وايضا كمان كريم نيدفيد اللي كلنا بالتاكيد بننتظر عودته بشكل قوي خلال الفتره اللي جايه. طيب كمان معايا خبر من اليوم السابع، الصفحه الرسميه لليوم السابع على الفيسبوك، كتبوا 4 أجانب على طاولة بيتسو موسيماني لتدعيم الأهلي في الانتقالات الصيفية القادمة. اتكلموا على فكرة إن ملف الأوروجواياني جاستون سيرينو لسه جناح صن داونز مطروح. اتكلموا على الليبي حمد الهوني لاعب الترجي التونسي لسه في دائرة المرشحين. واتكلموا أيضا على الموزمبيقي لويس ماكويسويني مهاجم فريق سيمبا التنزاني. واتكلموا على الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم اندرلخت البلجيكي لسه في دائرة اهتمامات النادي الأهلي. وأنا طبعا بقول لكم هذا الكلام بنسبة كبيرة جدا غير صحيح، لا سيرينو ولا حمد الهوني ولا اللاعب الموزمبيقي مهاجم نادي سيمبا التنزاني ولا جاكسون موليكا. بيتسو موسيماني لم يفتح هذا الملف حتى هذه اللحظة مع قطاع الكرة ومع لجنة التخطيط، والجهاز الفني سيفتح هذا الملف بعد ختام دوري المجموعات وفي الاجتماعات القادمة إن شاء الله. والموسم لم ينتهي، الموسم مستمر لغاية 17/7، الموسم الإفريقي والموسم المحلي ممتد لشهر 9، والعدد اللاعبين الأجانب 5 في النادي الأهلي، وهناك لاعب معار أليو بادجي. فهذا الملف لسه فيه تفاصيل وكلام كتير قوي، وكل ما ينشر بعيد تماما عن الواقع وما يدار في الغرف المغلقة. دي كانت أبرز الأمور المتعلقة بالسوشيال الأهلي والترند الأهلي اللي موجود في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، واخر فقره معايا النهارده في برنامج الترند الاراء والمشاركات على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه بخصوص التشكيل الافضل اللي ممكن يلعب بيه الاهلي مباراه المريخ السوداني. انا استعرض الاراء طبعا. معايا في البدايه مصطفى محمد بيقول الشناوي طبعا في حراسه المرمى، اليمين محمد هاني، الشمال ايمن اشرف لو جاهز ان شاء الله هيكون جاهز، قلبين دفاع السلطان بدر بنون وياسر ابراهيم، خط الوسط اليو ديانج وعمرو السوليه، صانع العاب قفشه، جنبه هيكون جونيور اجاييه وحسين الشحات، وفي الهجوم محمد شريف. طيب نشوف راي اخر. احمد دميدو بيقول نفس تشكيل ماتش فيتا، الشناوي هاني بدر ياسر ايمن السوليه ديانج قفشه اجاي مروان شريف. نشوف راي تاني معانا. احمد طه بيقول نبدا بالشناوي في حراسه المرمى، ايمن اشرف محمد هاني، 2 مساكين ياسر وبدر، 2 وسط ارتكاز ديانج السوليه، في الامام قفشه الشحات اجاييه، وفي الهجوم محمد شريف. كله متفق على شريف طبعا بعد العوده من المنتخب وعامل اداء مميز جدا. وائل ابو زيد بيقول الشناوي في حراسه المرمى، ايمن اشرف ياسر ابراهيم بدري بنون محمد هاني، في استقرار في خط الدفاع بنفس الاسماء السوليه وديانج، في نص الارتكاز طاهر قفشه الشحات ومحمد شريف. طيب معظم الاراء رايحه بنسبه 99% على التشكيل، وان كان في تغيير في فكره بقى تحت راس الحربه ممكن يكون مين، لكن في اتجاه لمحمد شريف كراس حربه في مباراه المريخ السوداني. كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في مباراه يوم السبت الساعه 3 العصر مع المريخ السوداني. المكسب مهم جدا قبل الجوله الختاميه مع سيمبا بعد اسبوع على استاد القاهره الدولي، ليبقى النادي الاهلي دائما وابدا بطل افريقيا المارد الاحمر، اعظم نادي في الكون. شكرا والى اللقاء.